قدرت الدولة المصرية بعد 30 يونيو إنها تحقق نقلة كبيرة في تحسين حياة المواطنين والقضاء على العشوائيات. عاشت مصر قبل ثورة 30 من يونيو 2013 حالة من التردي في مختلف المجالات، فمع تفاقم الفقر والبطالة عانت شرائح واسعة من المجتمع المصري من ظروف معيشية صعبة ونقص حاد في الخدمات الأساسية. لكن وبعد الثورة شهدت مصر تحولاً هائلاً في جميع المجالات، وأطلقت الدولة المصرية مشاريع القضاء على العشوائيات ومبادرة حياة كريمة بهدف القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجاً وتوفير الإسكان المطور كبديل عن العشوائيات. كانت ثورة 30 من يونيو بمثابة شمس جديدة تشرق على مصر، حيث أطلقت الدولة المصرية مبادرة حياة كريمة عام 2018 بهدف القضاء على الفقر وتحسين حياة المواطنين في 4500 قرية مصرية تضم أكثر من 30 مليون نسمة. وتشمل مشروعات حياة كريمة توفير مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي وبناء الطرق والمرافق العامة وتحسين البنية التحتية وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية. كما ساهمت مشروعات حياة كريمة في تحسين مستوى المعيشة للسكان في المناطق المستهدفة ورفع معدلات التشغيل وخلق فرص جديدة للعمل. وشهدت مصر إطلاق مشروع قومي ضخم لتطوير العشوائيات والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم إزالة 357 منطقة عشوائية غير آمنة وتوفير مساكن بديلة استفاد منها 1.2 مليون مواطن بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليار جنيه. كما تم تطوير 56 منطقة غير مخططة وتجري أعمال تطوير 79 منطقة أخرى بمساحة إجمالية 11557 فداناً تخدم حوالي 1.15 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 351 مليار جنيه. وأثمرت جهود الدولة المصرية في تحقيق إنجازات هائلة في مجال تطوير العشوائيات، تمثلت في توفير وحدات سكنية حديثة وملائمة لقاطني العشوائيات مزودة بجميع الخدمات الأساسية. كما ساهم المشروع في توفير السكن الكريم وتحسين مستوى معيشة قاطني العشوائيات ورفع مستوى صحتهم وسلامتهم. كما أسهم تطوير العشوائيات في خلق بيئة حضرية آمنة وجذابة وتغيير الصورة النمطية لهذه المناطق. واعتبرت المؤسسات الدولية مشروع تطوير العشوائيات في مصر إحدى التجارب الرائدة على مستوى العالم.